مرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة وحلقة جديدة من برنامج شؤون عربية. تم تخصيص هذه الحلقة لتطورات الوضع في لبنان. طبعا الوضع زاد اشتعالا في عصر اليوم، وطبعا اقتحم عدد من المتظاهرين عدد من الوزارات، ونتيجة الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح لبنان على خلفية الحريق والانفجار الذي طال مرفأ لبنان منذ أيام قليلة. وبالطبع ازداد الوضع سوءا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر به لبنان في هذه الفترة، وكذلك الوضع اليوم ازداد اشتعالا بنزول المتظاهرين للتعبير عن غضبهم خلال الأيام الماضية وعدم رضاهم على الحكومة وعلى الأداء الذي تقوم به، بالرغم من اتخاذ عدد من الخطوات، والخطوات السريعة منها يمكن إلقاء عدد من المسؤولين تحت الإقامة الجبرية والتحقيق مع البعض الآخر، لكن يبدو أن هذا لم يرق للمتظاهرين ولم يلقى القبول الشعبي لدى الجانب اللبناني الذي أصبح غاضبا وبشدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في هذه الأيام. لكن بالطبع مع حضراتكم على مدار هذه الحلقة سوف نحاول إلقاء الضوء على كل جديد خاص بتطورات المشهد اللبناني، ونبدأ مباشرة مع اقتحام المتظاهرون مقر وزارة الخارجية والاقتصاد والبيئة بالعاصمة اللبنانية في عقاب وقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، كما سمع دوي لإطلاق النيران بين قوات الشرطة وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وأشارت مصادر محلية لأن هناك عدد من الاشتباكات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، في حين قامت قوات الجيش بتطويق المنطقة المؤدية لوزارة الخارجية ومقر البرلمان، وطلبت مصادر عسكرية من المحتجين الالتزام بالسلمية. لكن بالطبع بنؤكد أنه بالفعل تم اقتحام وزارة الخارجية وعدد من الوزارات الأخرى، وقد اندلع حريق في مبنى تجاري وسط العاصمة بيروت خلال مظاهرات بساحة الشهداء تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة وتندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وكذلك تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري وتسبب في حدوث دمار واسع بالعاصمة اللبنانية بيروت. تعليقا على الأوضاع المتصاعدة في لبنان بينضم إلينا الأستاذ محمد يحيى مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط المتواجد الآن في العاصمة اللبنانية بيروت. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد، يبدو أن الأوضاع متصاعدة بشدة جدا، واقتحام بعض الوزارات ومقر البرلمان ووزارة الخارجية التي أعلن المتظاهرون أنها ستكون مقر انطلاق الثورة. أطلعنا أستاذ محمد على كل جديد متواجد الآن على الأرض واقعيا في لبنان. هو بالفعل زي ما حضرتك ذكرت، هناك احتدام شديد في الواجهات والاشتباكات على نحو كبير في شوارع العاصمه اللبنانيه بيروت على نحو حوادث تعوده تقع بالكر والفرد. المتظاهرون بالكاد قد تم الاقتحام او من اختراق تحقيقات امنيه، والخوف هناك في المقطوعه حول مقر مجلس النواب، ولكنه لم يقتحم مقر المجلس الذي يقع في ساحه الاجنه. المتظاهرون ايضا تقدموا الامتحان مقر عدد من الوزارات، وزاره الطاقه ووزاره الخارجيه ووزاره الاقتصاد، ولكن يعني في غضون نصف ساعه الاخيره حدث تراجع كبير ومرموز. استاذ محمد، يعني استاذ محمد ارجو ان تتحرك قليلا، يعني ممكن يمينا او يسارا، الصوت يعني مش واضح بالنسبه لنا. الو حضرتك استاذ محمد، ارجو بس حضرتك تتحرك قليلا، يعني الصوت بس مش واضح. الو ايوه استاذ محمد، سامعين حضرتك؟ استاذ محمد حضرتك سمعنا؟ طيب ارجو من حضرتك بس تتحرك يعني قليلا يمينا او يسار بس عشان نسمع حضرتك، لان الصوت مش واضح بالنسبه لنا. واضح الصوت كده؟ طيب اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. في النصف ساعه الاخيره شهدت تراجعا كبيرا وملحوظا في حده المواجهات وزخم الاحتجاجات التي كانت بدات منذ ظهر اليوم، وطغى عليها طابع العنف الشديد والاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر القوى الامنيه. المتظاهرون كما سبق تمكنوا من اقتحام مقر ثلاث وزارات الخارجيه والاقتصاد، وكذلك مبنى جمعيه مصارف لبنان في اطار الاحتجاجات. تحولت ميادين وشوارع العاصمه اللبنانيه على مدى اكثر من 5 ساعات الى ساحه واسعه للقر والفرد. استخدمت القنابل المسيله للدموع على نحو كثير من قبل الشرطه اللبنانيه وقوات مكافحه الشغب من اجل حمل المتظاهرين على التفرق، لا سيما بعد ان اخذت المظاهرات طابع العنف الشديد في بعض الاوقات، واستخدم المتظاهرون
الحجاره والسكاكات الحارقه في مواجهه القوى الامنيه والعسكريه، تسلحت تشكيلات الجيش اللبناني وتدخلت بمعازره القوى الامنيه في سبيل دعم المنشات والمؤسسات التي تقع في منطقه. نعم. يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد يحيى، سنحاول الاتصال به بعد قليل للاستتباب وطبعا واستوضاح الرؤيه في الشارع اللبناني الان المتصاعد وبشده. وكما نتابع مع حضراتكم على الشاشه الاخرى او الجانب الاخر من الشاشه كما تابعنا، طبعا ما زال المتظاهرون يتواجدون في الميادين الكبرى في لبنان ويصرون على المكوث لحين استقاله الحكومه وتحقيق المطالب. كما نتابع الشاشه مباشره من لبنان، الاعداد كبيره للغايه في عدد من الميادين في لبنان، وكذلك الاوضاع ما زالت مشتعله حتى اللحظات بجانب اقتحام المتظاهرين لعدد من الوزارات وبالتحديد مقر وزارة الخارجية وكذلك وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد وكذلك المقر الخاص بالمصارف في لبنان، وبالطبع الوضع ما زال متصاعد بشكل كبير. لكن خرج السيد رئيس الوزراء في الحكومة اللبنانية سيد حسان دياب وقال أنه يجب أن نبذل المصالح الشخصية وتغليب المصلحة الوطنية، كما أكد أن لبنان بحاجة ماسة لكل مساعدة ودعم من الخروج من الجميع للخروج من الأزمة الراهنة. وجاءت تصريحات دياب في كلمة وجهها عقب الاشتباكات الجارية في بيروت، وأشار خلالها إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة. نتابع. اليوم مر 4 أيام على الانفجار يلي حصل بمرفأ بيروت. مثل ما قلت بعد ساعات من الانفجار، لبنان أصيب بكارثة ضخمة. نحن عم نعيش تحت وطأة هيدي الكارثة يلي تركت أثار مدمرة، مش بس بالنسبة للخسائر البشرية من شهداء وجرحى، أو بالنسبة للخسائر المادية بالبيوت والمؤسسات والمحلات مختلف القطاعات، لكن أيضا بالنسبة للأثار النفسية على الشعب اللبناني اللي هي كمان كبيرة كتير. أنا وعدت اللبنانيين إنه ما رح أقبل تمر هيدي الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنها. واليوم بدي أكد وبحزم ما في خيمة فوق راس حدا، وما حدا يتوقع إنه تحميه أي مظلة. كمان كان موجود النهاردة السيد أحمد أبو الغيط في جولة تفقدية في لبنان، وصرح بعدد من التصريحات أعرب عن استعداد الجامعة العربية المشاركة في بطاقات عربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء السابق. تحدثت أيضا عن استعداد الجامعة العربية من ناحيتي كأمين عام للجامعة العربية أن أشارك بطاقات عربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة، وكيف نؤمن أن يأتي التحقيق شفافاً إيجابياً لصالح الحقيقة مثلما وقعت. وهذه هي مهمة الجامعة العربية في هذه اللحظات الصعبة. كمان أضاف السيد أحمد أبو الغيط أن لديه شعور كبير بالرضا على ردة الفعل العربية المتضامنة كثيرا مع لبنان الشقيق والمساندة له في هذه المحنة الكبيرة، وشدد أبو الغيط أن لبنان يحتاج مزيد من التضامن الكامل في هذه المرحلة حتى يتمكن المضي قدما في عملية الإنفاذ وكذلك عملية الإنقاذ الخاصة بلبنان في هذه الفترة. ناحيتي أستشعر الكثير من الرضا لرد الفعل العربي. رد الفعل العربي كان سريع للغاية، وقدم للبنان احتياجاته الفورية. واستمعت إلى تقرير من فخامة الرئيس بأن هناك الآن اكتفاء بالمواد الطبية والاحتياجات الطبية المطروحة. عبرت له عن الأمل أنه يصلنا كل احتياجات لبنان لكي ننقلها إلى المجتمع العربي، إلى الدول العربية، إلى المجتمع الدولي، إلى أمين عام الأمم المتحدة.
للتعليق على الأوضاع عن قرب بينضم إلينا مباشرة من لبنان عبر الهاتف السيد الرئيس السابق أمين الجميل رئيس لبنان السابق. دولة الرئيس برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. مساء أهلا بحضرتك. وطبعا يعني تضامن كل المشاهدين تضامننا الكامل مع الشقيقة لبنان، ويعني مصر دائما يعني تعتبر لبنان شقيقة ونسعى دائما لأن تكون دائما في القلب، ونحن نتمنى السلام للجميع ونتمنى إن شاء الله التوفيق والسداد للبنان في الفترة القادمة بإذن الله. دولة الرئيس شكرا. يعني على كل حال نحن بنشكر دائما مصر، كانت دائما بجانب لبنان، نحن نعتبر مصر شقيقة لبنان. نعم، يا رب إن شاء الله الأمور تعدي على خير وتسير في أفضل شيء ممكن. سعد فريس، بسأل حضرتك يعني تقييمك للوضع الآن المتصاعد والملتهب في الشارع اللبناني، كيف يمكن تهدئة المتظاهرين وأقناعهم بالعودة وأقناعهم أن الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة بوجودهم في الشارع؟ يعني كلمة حضرتك لهم من خلال قناة النيل للأخبار من مصر. يعني هكذا الحال في كلمة أساسية هي بتلخص الأمور كلها في لبنان، هي كلمة الثقة. كلمة ثقة، المؤسف أنه كلمة الثقة مفقودة بالكامل بين الشعب اللبناني بسواده الأعظم والسلطة القائمة الآن في لبنان. هذا هو بيت القصيد، وهذا الأمر يعود إلى سنوات إلى الوراء، والأمور تتراكم والأمور الوضع متأزم منذ فترة طويلة، منذ سنوات، ولبنان يعاني من أزمة الثقة والفراغ الطلاق ما بين الشعب، الرأي العام اللبناني من جهة، ومن جهة تانية الحكام. وبالتالي لا يمكن أن تنتهي هذه الأزمة وهذا الوضع المتأزم في لبنان إلا إذا عملنا من أجل إعادة الثقة. فلذلك الآن الذي يحصل هو طلاق كامل ما بين السلطة والشعب، والشعب يعمل الآن بكل الوسائل من أجل تغيير السلطة والإتيان بسلطة أخرى بحكم يوحي بالثقة ويتمتع بالقدرة والجدارة ويكون عنده الشفافية الكاملة في تسيير شؤون الدولة. نعرف تماما أنه الفساد هو يسيطر اليوم على كل الإدارات والأهمال وقلة المسؤولية، فلذلك الشعب اليوم يفش خلقه، الشعب اليوم يتظاهر فقط من أجل أن يتخلص من هذه السلطة لا ثقة بها، وسلطة مسؤولة هي عن العديد من الكوارث التي عانى منها الشعب اللبناني منذ سنوات. نعم. طيب سيد رئيس، يعني الخطوات التي يمكن اتخاذها الرئيس اللبناني ميشيل عون وكذلك حكومة حسان دياب لتهدئة الشارع، وان كان يعني في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه خلال الشاشات للسيد حسان دياب قال ان هو بيطلب يعني انتخابات نيابية مبكرة، ولكن يبدو ان هذا لم يرق للشارع اللبناني اطلاقا ولم يلقى القبول ايضا الانتخابات المبكرة في لبنان. انا استمعت لكلام رئيس الحكومة وتوقفت عند ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أنه وكأنه يكسب الوقت، يحاول أن يعالج بالأمور بالمسكنات ويطيل بأمر الأزمة، فهذه المقاربة مقاربة لكسب الوقت، وهذا الانطباع الأول. أما الملاحظة الثانية فهي أنه لم يتقدم بأي حل عملاني بحل جدي، وأعتقد بأنه من أسباب المشكلة في لبنان هو شخصه الكريم، هو شخصه الذي يرفضه الشعب اللبناني، فهو المشكلة، هو العلة. فمن الصعب أن يتقبل الشعب اللبناني، أن يثق الشعب اللبناني بأنه هو الرجل القادر لتقديم الضمانات من أجل حلول جدية للأزمة الكبرى العظيمة التي يعاني منها الآن الشعب اللبناني. نعم.
طيب استاذ الرئيس، يعني ايضا هناك بعض المطالبات الكبيره جدا من الشارع اللبناني باستقاله الحكومه في هذه الفتره. بوجهه نظر حضرتك، اذا ما استقالت الحكومه هذا ربما يكون حل ام يكون معوق جديد؟ يعني على خلفيه الاحتجاجات منذ اكتوبر الماضي كان هناك ازمه كبيره جدا في تولي حكومه من الحكومات او تسميه اسم رئيس الوزراء. هل في هذه الفتره العصيبه من عمر الوطن في لبنان نستطيع ان يكون هناك رئيس للحكومه جديد ويقبل هذه المهمه الصعبه في وقت اقتصادي يعني صعب للغايه وفي وقت سياسي ايضا اصعب واصعب؟ هل استقاله الحكومه هي الحل ام استمرار الحكومه في التكليفات الخاصه بها هي الحل لدوله الرئيس؟ عند استقاله حكومه الرئيس سعد الحريري السابقه فالشعب حاول ان يعطي فرصه لرئيس الجمهوريه من اجل يشكل حكومة ثقة، حكومة توحي بالثقة للشعب اللبناني. المؤسف انه بعد استقالة الرئيس حريري وكانت تقريبا ظروف مماثلة للظروف التي نعيشها اليوم، لم يستفيد الحكم الرئيس الجمهورية من هذه الفرصة من اجل تشكيل حكومة توحي بالثقة. فالان عاد الشعب الى الشارع ويطالب باستقالة تلك الحكومة، وبالتالي أنا على ما أعتقد من الصعب على الحكومة تلك أن تستمر بتسيير الأعمال كان شيء لم يكن كالعادة بزنس أز يوجوال. من الصعب جدا أن تستمر حكومة بهذا هذا الشكل، فلذلك لابد من أن تستقيل الحكومة ويتفاهم الحكم بالكامل بضرورة تشكيل حكومة تمثل القيادات التي تتظاهر على الأرض، قيادات المجتمع المدني الحقيقي، وبالتالي تكون المدخل هو بانتخابات نيابية جديدة تأتي بمجلس نيابي يشكل حكومة جديدة، حكومة موثوقة من الشعب تمثل إرادة الشعب. لربما هذا الكلام كلام عام، انما انا على يقين بانه اجراء انتخابات، الاعلان عن انتخابات مبكره لمجلس النيابي من اجلها ان تعطي ثقه للشعب اللبناني بان امامه فرصه لتشكيل سلطه جديده تمثل طموحاته، تمثل تطلعاته، تخدم مصالحه، وتكون عندها القدر الكافي من الشفافية والقدرة من أجل انتشال لبنان من هذا المستنقع. هذا الكلام ليس كلام عام، ليس كلام طباوي، هذا الحل الحقيقي. البعض يعتبره صعب، إنما هو الحل الوحيد، وعندما تصفي النوايا يكون حل ممكن جداً أن ينتخب مجلس نيابي جديد يمثل الشعب، يمثل تطلعات الشعب، ويطمئن له الشعب، الشعب يعطي ثقته، وبالتالي نكون قطعنا أكثر من نصف الطريق من أجل الإصلاح والإنقاذ. نعم. طيب سيد الرئيس، يعني هل بوجهة نظر حضرتك أيضا يعني إذا ما يعني الحكومة قبلت هذه الاستقالة، هل سقف مطالبهم سيرتفع بمطالبات أخرى، مثلا على سبيل المثال استقالة الرئيس ميشيل عون؟ يعني هل تتوقع أن ربما ما بين حين وآخر سقف المطالب يرتفع تدريجيا، أم باستقالة الحكومة ربما يرضى المتظاهرون بهذا المطلب وبالتالي يعودوا أدراجهم ويعودوا منازلهم من جديد وتستقر الأوضاع في البلاد؟ المؤسف بأنه نعود إلى كلمة الثقة، فلا ثقة من قبل الشعب بهذه السلطة بأكملها، إنما لا يمكن حل القضية دفعة واحدة. البنيان لم يهبط، لا يمكن إعادة بناء بدفعة واحدة، فيجب أن نتقدم خطوة خطوة. الخطوة الأولى والخطوة المفصلية هي انتخاب مجلس نيابي جديد. عندما ننتخب مجلس نيابي جديد هو الذي، ومجلس نيابي يثق به الشعب، هذا المجلس هو يشكل الحكومة، الحكومة المسؤولة، وعلى أساس ذلك تبحث الأمور الأخرى. فالهدف الأول هو الانتخابات المبكرة، تشكيل حكومة ذات مصداقية، وعلى ضوء ذلك
تبحث الأمور الأخرى بما يتعلق برئاسة الجمهورية وبعض القضايا العالقة على الصعيد الوطني. طيب بوجهة نظر أيضا سيد رئيس، يعني هل ممكن دولة الرئيس الحريري هل يقبل الحكومة من جديد إذا ما عرضت عليه في هذه الفترة العصيبة، وربما يكون هذا حل عاجل وسريع أو مسكن بعض الشيء لغضب الشارع، هل الشارع يقبل بهذا الطلب أو ينادي به في الفترة القادمة بوجهة نظرك؟ الموضوع ليس مشروع من هذه الزاوية. الموضوع ليس إطلاقا، ولا أعتقد بأنه الرئيس سعد الحريري الآن مرشح لرئاسة حكومة غير معروف كيانها، فلذلك في البداية يجب أن تستقيل الحكومة، تأتي حكومة حيادية بالكامل، تنظم انتخابات مبكرة للمجلس النيابي، وبالتالي تبحث الأمور الأخرى على صعيد السلطات اللبنانية. نعم. طيب سيد الرئيس، يعني كان في زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون منذ أيام، يعني وشفنا الترحاب الشديد الذي قوبل به في الشارع، والأسف يعني أن كان هناك بعض تجمعات للتوقيعات لعودة، يعني خلينا نتناولها بمصطلح يعني أخف من الاستعمار، وهو الولاية حتى الفرنسية على لبنان من جديد، وبالفعل تم توقيع عدد يعني توقيع عدد كبير من المواطنين على هذا المطلب، وكذلك هناك مؤتمر بالغد في فرنسا للمانحين لإعادة إعمار لبنان. الشقين بنظرك سيادة الرئيس، يعني في الشق الأول بعدم الثقة إطلاقا في أي لبناني يعني يتولى سلطة رسمية أو شرعية، وبالتالي مطالبات خارجية بأن تكون دولة ذات وصاية على دولة ذات سيادة أيضا. ما في موضوع وصاية، ليست من، لا يجب إطلاقا ننظر إلى الأمر من هذه الزاوية. نعرف تماما بأنه ليس هذا المؤتمر الأول لصالح لبنان، كان هناك ما يسمى بباريس 1، باريس 2، باريس 3، ثم سادر. هناك عدة مؤتمرات حصلت لمساعدة لبنان، وفي اجتماع باريس سيشارك مجموعة من رؤساء الدول والحكومات، فإذا هناك اهتمام دولي بلبنان، ولا يمكن أن نتكلم عن وصاية أو ما شابه ذلك. إن المشكلة اللبنانية هي عالقة في الأمم المتحدة، كما نعلم هناك عدة قرارات في مجلس الأمن الدولي تتعلق بلبنان، بأمن لبنان وسيادة لبنان، فبالتالي لبنان هو تحت المجهر الدولي، والمجتمع الدولي بأسره مهتم بعدة قضايا تتعلق بلبنان. في الأسبوع القادم يصدر الحكم من محكمة دولية بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإذا نعرف تماما أنه هناك العديد من القرارات الدولية تتعلق بلبنان، وهذا المؤتمر في باريس لن يكون الأول، ليس هو الأول ولن يكون الأخير، فهناك عطف عالمي تجاه لبنان، ومصر هي تدرك تماما التي كانت دائما بجانب لبنان وساعدت لبنان في الظروف الصعبة. تعرف تماما مصر بأن لبنان دائما يعول على الأشقاء وعلى الأصدقاء، خاصة في ظروف المحن والصعاب. نعم. طيب الدور العربي سيد الرئيس، يعني الدور العربي يمكن كان من أبرز الأدوار، وسريعا كانت الاستجابة سريعة، سواء من مصر بعمل جسر جوي ما بين مصر ولبنان، يعني محاولة لتلبية كل الطلبات أو ما يحتاجه الشارع اللبناني أو ما تحتاجه لبنان، سواء من مواد غذائية، مواد صحية، فتح المستشفى الميداني المصري الموجود في لبنان للمساهمة، يعني الدور العربي بشكل عام. وهناك أيضا تتواكب مع ذلك زيارة للسيد أحمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية المتواجد الآن في لبنان للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة. يعني نعرف تماما أن مصر كما ذكرت كانت دائما بجانب لبنان، ومنذ انتخاب الرئيس السيسي كانت كذلك أمر عينه على لبنان وقلبه مع لبنان، فلذلك نحن نعول على دور مصر أن هي تتدعم دور عربي شامل من أجل مساعدة لبنان، فمصر كانت دائما بجانبنا، وعلى الصعيد الطبي أقامت مستشفى طوارئ في لبنان، وكذلك أمر على الصعيد السياسي والاقتصادي كانت دائما مصر بجانب لبنان، وإنني مطمئن إلى دور
الرئيس السيسي الطبيعي من أجل مساعدة لبنان وتقديم كل الدعم خاصة بالظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. نعم. طيب السيد مع دولة الرئيس يعني أيضا يعني وجهة نظر حضرتك يعني هل نستطيع أن هذه الأزمة نقول أنها ستوحد لبنان ومعروف أنها طبعا يعني المشكلات الطائفية ربما في لبنان يعني تزداد بعض الشيء أو ما بين حين وآخر يكون هناك يعني مطالبات محاصصة سواء في الحكومات أو في غيرها، لكن هذا الموقف ربما يعيد للبنان التوحيد من جديد، لكن بعض المتابعين للمشهد يقولون ربما تنزلق لبنان في الفتنة الطائفية من جديد والطوائف ربما تختلف، هل بوجهة نظرك هذه الأزمة ستجمع أم تفرق الأشقاء في لبنان؟ أنا أشكرك على طرح هذا السؤال لأن يسمح لي أن أتكلم عن شيء أساسي وجوهري وتطور مهم جدا على الصعيد الوطني اللبناني. إذ أنه منذ سنتين وأكثر هناك مظاهرات في على الساحات اللبنانية وفي المدن الكبرى كلها تظاهرات وحدة وطنية، تظاهرات تؤكد على ضرورة توحيد الكلمة اللبنانية وتوحدت كل الطاقات والمذاهب والطوائف والأحزاب كلها توحدت في الشوارع لتطالب بصيغة لبنانية متطورة تخدم مصلحة لبنان على حساب مصالح الطوائف والمذاهب على حساب المصلحة الوطنية. فإنكم لربما تشاهدون بأن الساحات اللبنانية كل الساحات التي انطلقت في الآونة الأخيرة كلها وحدة وطنية ومن أجل محاربة المحاصصة، محاربة الفساد، محاربة هذه الذهنية التي خربت لبنان. وإني مطمئن فإذا ممكن نستخلص العبرة الأهم من هذه التظاهرات وهذه الحركات الشعبية هي أنها تعبر عن الوحدة الوطنية، تعبر عن رغبة الشعب اللبناني والجماهير اللبنانية من التخلص من الذهنية السابقة وأن تحارب مبدأ المحاصصة ومبدأ الفساد أو ممارسة الفساد وإنشاء مؤسسات حديثة متطورة وتتجاوز كل العقد الماضي من مذهبية وسياسية أو طائفية. نعم. طيب سيد الرئيس، يمكن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب للغاية جدا، انخفاض العملة أو معدل التضخم أصبح 80% تقريبا بالنسبة للليرة يعني، ومشكلات في الحياة مشكلات اقتصادية كبيرة جدا، نقص الدولار وشح الدولار الموجود في لبنان أحدث نوع من التضخم بشكل كبير جدا، هل تتوقع حضرتك مزيد من الضغط على الجانب الاقتصادي في لبنان وبالتالي المعيشة ربما تزداد سوءا بالنسبة للمواطن اللبناني؟ وجهة نظرك أيضا ما هو المخرج الآمن في هذه الفترة وتلبية احتياجات لبنان للمواطنين أيضا في هذه الفترة؟ إذا توقفنا عند الواقع اللبناني نلاحظ أنه تدني أن المشكلة المالية قيمة الدولار وقيمة العملة اللبنانية تدهورت قيمة العملة اللبنانية بسبب الأوضاع السياسية وبسبب التفجير السياسي الذي حصل. فلنعيد الثقة بين الشعب اللبناني والحكومة الجديدة، نعيد الثقة بين الشعب والحكام، نعيد الثقة بالإدارة اللبنانية، وأني كل ثقة بأننا سنستعيد العافية الاقتصادية والمالية والاجتماعية بسرعة. المهم هو معالجة الوضع السياسي، المهم معالجة الملفات العالقة على صعيد السيادة وعلى صعيد استقلال لبنان وعلى صعيد الأمن والاستقرار، وبالتالي من السهل جدا استعادة العافية الاقتصادية والمالية. نعم، بشكر حضرتك جدا جدا يعني دولة الرئيس وعلى هذا الحوار الذي طبعا وقفنا منه واستفدنا منه كثيرا لإيجاد حلول ربما لهذه الأزمة، ونتمنى
كل التوفيق، ونتمنى من الله أن يكون هناك يعني أن الأمور تستقر أكثر في لبنان، وأن يكون هناك فعلا حلول على أرض الواقع ترضي الإخوة في لبنان، وبالتالي استقرار الأوضاع على الجانب الاقتصادي والجانب السياسي. أشكرك شكرا جزيلا سيادة الرئيس أمين الجمايل رئيس اللبناني الأسبق، بشكر حضرتك شكر جزيلا. الحقيقة طبعا يمكن ما زالت المساعدات والجسر الجوي ما بين مصر ولبنان مستمر، ومصر تتحمل يعني الجانب الاقتصادي وتحاول أن تساعد بشتى الطرق الممكنة الإخوة والأشقاء في لبنان لرفع المعاناة عنهم في هذه الفترة. وبصورة عجلة تصل الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر في لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر بصورة عجلة دعما للبنان في موجة الانفجار المدمر لمرفأ بيروت. وتحمل الطائرة المصرية الثانية 14 طن من المساعدات بتسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي بحضور سفير مصر لدى لبنان، ويشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم المتخصصين ومواد بناء لإعادة الإعمار من جديد. طبعا نتمنى أن تسير الأمور نحو الأفضل بالنسبة للإخوة والأشقاء في لبنان، وأن تسير الأمور على ما يرام يعني تسير الأمور في وضع أفضل بإذن الله، ونتمنى السلامة للإخوة في لبنان، ونتمنى السلامة للبنان جميعا، وأن يكون هناك استقرار للأوضاع بإذن الله خلال الساعات القادمة، وأن تهدأ الأوضاع قليلا وتتحسن. وكما استمعنا أيضا إلى النصائح وكذلك الوضع وتقييمه بشكل عام من قبل السيد الرئيس السابق أمين الجمايل، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وبإذن الله التغطية مستمرة على شاشة النيل الأخبار لمتابعة هذا الموضوع الهام جدا وهي تطورات المشهد في لبنان خلال هذه الفترة. وإلى اللقاء في نفس الموعد من الأسبوع القادم، وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل شؤون عربي. إلى اللقاء.